استطاع الفريق الأول رجال وسيدات للتنس الأرضي بالنادي الأهلي من حصد لقب الدوري العام بعد غياب طويل امتد لعشرين عام، بعد منافسة قوية مع العديد من الأندية المصرية، يأتي على رأسها أندية الجزيرة، الصيد، وادي دجلة، سموحة، هليوبلس. مشوار طويل خاضه رجال وسيدات الأهلي لحصد اللقب الغائب منذ عام 97. الرجال نجحوا في الفوز باللقب بعد تخطي عقبة كل من هليوبلس بنتيجة 8-1، هي نفس النتيجة التي انتهت بها لقاءات وادي دجلة، الصيد، سموحة. أما مباراة الجزيرة التي كانت مواجهة حسم اللقب فانتهت بفوز صعب بنتيجة 5-4. أما على صعيد السيدات فنجحنا في بداية المشوار بالفوز على هليوبلس بنتيجة 7-2، ثم الفوز على وادي دجلة بنتيجة كبيرة وهي 9-0، قبل الفوز على الصيد بنتيجة 6-3، وهي نفس النتيجة التي انتهت فيها مواجهة سموحة قبل أن يحسمنا اللقب أمام الجزيرة بنتيجة 9-0. التنس الأهلاوي بدأ في استعادة أمجاده من جديد، يسعى الفريق للهيمنة على الدوري خلال الأعوام المقبلة في ظل وجود العديد من العناصر المميزة داخل صفوفه. بعد 20 سنة بعد التنس الأرضي بيجيب بطولة الدوري العام في النادي رجال وسيدات. المراحل اختلفت عن السنين قبل كده، كان السنين قبل كده بياخدوها دوري من 12 سنة لغاية الدرجة الأولى، دلوقتي بقى بيشتغل مرحلة 18 سنة والدرجة الأولى رجال وسيدات مع بعض، وهذه المرحلة كانت الأهم والأقوى عندنا اللي بقالنا 20 سنة ما حصدناش فيها اللقب. لازم نرحب بالكباتن الكبار اللي معايا اللي كانوا أصحاب اللقب وأصحاب الإنجاز. كابتن داليا شريف، مساء الخير. مساء النور. منورة. شكرا. لقب غايب بقاله 20 سنة. لا بس مش في سيدات، يعني سيدات سنة احنا بنتكلم على الدوري العام. اوكي. احنا لازم نقول نفس من اولها. لا ومعانا كابتن يوسف المهدي، مساء الخير. مساء النور. كابتن محمود عبد المبدي. ايوه صح كده؟ بالظبط. الاسم مظبوط؟ تمام. توكلنا على الله. يبقى 20 سنة لقب غايب يا محمود. طبعا اكيد. وبتحققوا على ايديكم انتصار عظيم للنادي الاهلي. تقول عليه ايه؟ ده حقيقي. واحنا يعني على مدار 20 سنة طبعا جات لنا كنا قريبين قوي في اعوام كتير يعني. بس الحمد لله السنه دي يعني كنا حاسين ان احنا نقدر، كان عندنا اجيال برضو، احنا 18 سنه اتضمت على رجال، فكانت النظام السنه دي كنا عندنا امل كبير قوي ان احنا نقدر ناخد المركز الاول. طبعا برضو ماتش الجزيره الاخير كان بالنسبه لنا يعني نقطه الحسم، يعني الحمد لله قدرنا نكسبه. كان من الماتشات يعني اللي وقفت معانا كتير العوام اللي فاتت يعني. ماتش الجزيره. اه بالظبط. ماتش الجزيره 5-4 وانت عايزه تقولي الرجال غير السيدات، صح؟ انا بجيب لك الاخر، صح؟ احنا مع بعض فرقه واحده. ايوه احنا فرقه واحده. فرقه واحده. ماتش الجزيره 5-4 كان ماتش صعب جدا، مع اني شايف فروقات بعد كده 8-1 و 3-6 3-7-2، فروقات كبيره قوي. هو الجزيره كان اصعب ماتش عشان هو في ولاد كتير محترفه بره. نادي الجزيره. في ولدين كويسين قوي، الرانك بتاعهم على عالم فروق 300 و400، فده كان اصعب ماتش. ده عشان كده كان اصعب ماتش. فيهم بنات محترفات برضو؟ في بنتين بس. مش زي الولاد قوي. مش زي الولاد. يوسف عندنا محترفين برضو، يعني احنا عندنا برضو محترفين. اعتقد شريف ابو حبيجه رجع في 2-3 رجعوا من بره. كان عندنا شريف ابو حبيجه كان في امريكا وجه لعب الدوري. كان عندنا عمر ياسر سلمان بالظبط كان في اسبانيا برضو وجه، والاثنين عملوا ماتشات يعني. يعني احنا في محترفين زي بعض. قول لي ايه اللي فرق السنه دي بالذات والفرق الكبير في المستوى بينك وبين الانديه الثانيه؟ السنين اللي فاتت كانوا بيبقوا دايما يبقوا ماتشين سنجل وماتش دبل، فالدنيا كانت صغيره قوي. المره دي قاعده كبيره قوي، 6 سنجل و3 دبلز، كمان ال 18 بقت مع رجال، فبقى عندنا لعيبه كتيره جدا ولعيبه كويسه جدا، فبقت الفرصه لينا، بقى عندنا تشانس ان احنا نقدر نكسب الدوري اكتر من نوادي ثانيه، خصوصا ان احنا عندنا فريق 18 جامدين برضه، حتى رجال برضه والمحترفين وحتى اللي بيلعبوا في مصر اللي هم ما شاء الله جوه التوب 10 في رانك المحلي. ما شاء الله جوه النادي الاهلي. طب قولي لي ايه اللي فرق الاعداد السنه دي؟ يعني اكيد الاعداد عليه عامل ان انت توصلي لبطوله الدوري. الاعداد اختلف ازاي السنه دي؟ هو احنا يعني
بنتمرن مع يعني انا 18 فبتمرن مع مثلا بتوع سيدات فده بيفرق. وكابتن ابراهيم كان شديد قوي التمرين علينا الفتره اللي فاتت عشان كان عايز نعمل حاجه كويسه في الدوري. ايه الفرق يعني انت مثلا فترات الاعداد عندنا في الهاندبول مثلا بتلاقيني متضايقه منها مش عايز اتمرن، ايه الفرق اللي حصل عندكم السنين دي واضح تقولي عليه؟ الفرق ان احنا عندنا روح مش عاديه بيننا وبين بعض يعني احنا فريق واحد اللي هو يعني كلنا اصحاب قوي في بعض، فمحدش في التمرين بيكون متضايق اللي هو مثلا تيجي تلعب مع حد او ما بيهونوا عليك التمرين. ده اللي فرق يعني بيننا وبين النوادي الثانيه. ده اللي فرق بيننا وبين اكيد عندك حاجه ثانيه غيرها اكيد في فرق حصل يعني انا بقول لك فرق السكورات كبير قوي زياده عن اللزوم. هو طبعا يعني السنه دي كنا ناويين يعني واخدينها من الاول بصراحه فاستعدينا من بدايه السنه اعوام كتيره كنا بنبدا استعدادنا للدوري مثلا في شهر 6 او 7 المره دي الجهاز كله كان مركز بصراحه من بدايه السنه ان احنا لازم نعمل حاجه السنه دي فخدنا يعني الموضوع من بدايته من اول السنه بدانا استعدينا فعملنا تقريبا حوالي 3 مراحل استعداد اللي هي اول السنه وبعدين في شهر 6 وبعدين قبل بدايه الدوري اللي هي في شهر 8 او شهر 9. انت عندكم السنه بتبدا من يناير مظبوط؟ من يناير بالظبط البطولات المحليه البطولات المحليه وبعدين الدوري ساعات بيبتدي بدري شويه السنه دي بدا في شهر 9 عشان تغيير النظام بتاع اللائحه وكده. فطبعا في كذا فتره الاستعداد دي فرقت معانا وخصوصا ان احنا كنا يعني واخدينها من بدايتها وكمان النظام بتاع المسابقه طبعا فرق معانا ساعدنا بشكل كبير بلس الناس اللي دعمتنا زي عمر سلمان وشريف ابو حداجه طبعا اللي جم دعموا الفريق طبعا العوامل دي كلها فرقت معانا يعني السنه دي. محمود بتدرس ولا بتشتغل؟ كم سنة؟ انا 30 30 سنة. شغل؟ انا بشتغل. بتوفق بين الاثنين ازاي؟ والله انا يعني من صغري وانا في القصه دي فيعني فقدرت خلاص اتعود على يعني طبعا بضحي بحاجات كتيره طبعا من وانا صغير في نفس القصه يعني مثلا كان عندي طبعا اوقات كتيره قوي فسح وحاجات كده طبعا بضحي بيها شويه عشان اقدر ادي للتنس وقت اكتر وتعودت بقى يعني من ساعه ما بدات اشتغل برضو بقيت انظم وقتي شويه اخصص وقت للشغل وقت للتدريب بس فيعني خلاص انا خدتها من بدايتها فقدرت اتعود شويه على الحياه ده كشغل يعني. ده كشغل كشغل كدراسه بنوفق الاثنين ازاي؟ هو يعني هو موضوع صعب طبعا هو انت اللي بيكون صعب على دي ان انت تكون بتدرس وبتعرف نفس الوقت عشان لو بتخلص مدرسه وتروح على التمرين على طول مش بيكون عندك وقت يعني. بس انا كنت بحاول اوفق بينهم كمان كنت بسافر كتير بس المدرسه بتاعتي كانت مساعداني يعني في الغياب وكده. في الغياب بتغيبي لكن المدرسه مساعده؟ اه. والاسره مساعده ازاي؟ والله انا اهلي عندهم خبره كبيره قوي عشان أيوة. انا عايزك تقولي بقى مني. عندي اختي ميار ورنا والاثنين يعني هم ما شاء الله احسن مني يعني بكتير هم مثلا اللي اعلى تقريبا في التنس. انت اصغرهم؟ لا في عندي واحده صغيره ثانيه. كويس. فاهلي عارفين الموضوع عشان هم كان عندهم اثنين قبلي فكنت بعرف برضه. داليا دخلتي ملعب التنس عشان اخواتك ولا عشان بابا وماما؟ لا عشان انا حابه اللعبه قوي. عشان انت حابه اللعبه. لعبه عظيمه يا يوسف. دخلتي التنس ازاي؟ يعني من والدتي كانت دايما بتحب تتفرج على تنس فبدات يعني. ايام كابتن عادل شريف اكيد. نعم. كلنا اصل انا جيل كابتن عادل شريف لما كان بيستمتع بيمتعنا بتعليمه. فبدات تنس من وانا عندي 4 سنين ومكمل لحد دلوقتي. ونقطة الدراسة دي برضو يعني أنا في جريد 12 وآي جي فالموضوع عندي برضو يعني صعب شوية ولكن بحاول على قد ما أقدر التمرين في ميعاد ثابت الدروس في ميعاد ثابت مدرسة في ميعاد ثابت فتنس في ميعاد ثابت عشان الدنيا تبقى ماشية يعني بأوردر معين ما بقاش فيه أي مشكلة. أصحابك بره الملعب خلاص أصحاب نادي ماشي لكن أصحابك في الدراسة أصحابك بتخرج معاهم بتعمل معاهم إيه؟ بتتولف معاهم إزاي؟ هو التمرين كلنا لا كلنا بنلعب رياضة كلكم كلنا سواء اللي بيلعب باسكت معانا في الاهلي بيلعب كوره في نادي الصيد يعني اللي بيلعب سباحه كلنا بنلعب يعني كلكم ابطال يعني ان شاء الله بتحفلوا على بعض في الماتشات لما انت تكسب نادي الصيد بقى بتاع الباسكت وكده بتقولوا ايه؟ لا اكيد بنحفل على بعض بتحفلوا على بعض؟ اكيد رسمي اكتر واحد بتحفلوا عليه مين؟ بس ما تقولش اسمه بس عشان ما اروحش على الهوا انت فاهم ما اقولش اسم صاحبي ولا اقول اسم النادي؟ يلا توكل على الله بقى اقول اسم صاحبك خلاص سيف هو اللي بيشيل الشيله هايل. طب قول لي محمود قول لي الفتره اللي جايه يعني بعد احنا كسبنا وعملنا دوري كويس بقالنا 20 سنه هنحافظ ازاي في المرحله الجايه؟ والله طبعا محتاجين احنا طبعا النادي بدا يركز اكتر على النشأ كمان الصغير ده هيفرق معانا يعني على المدى البعيد
لان كمان الاتحاد في اتجاه ان هو تبقى الدنيا مقصوره على الاعضاء العاملين بتوع النادي يعني. يعني ايه مقصوره على الاعضاء العاملين؟ يعني ما نبقاش بنجيب اعضاء رياضيين من بره ونبدا ممنوع. يعني هي ماشيه في هذا الاتجاه يعني، مش ممنوع ممنوع باتن يعني، ولا لا كاتحاد يعني اللوائح ماشيه في هذا الاتجاه يعني. فعلى جزء الناشئ الصغير طبعا النادي بيركز اكتر شويه، وعلى جزء 18 رجال لازم بقى نعد 18 بشكل كويس قوي عشان يبداوا ياخدوا الخبرات اللي يقدروا يزقوا بيها مع الرجال، لان هم بقوا انضموا بقوا مرحله واحده يعني. فدي نقطتين مهمين يعني لازم نركز عليهم الفتره اللي جايه ان شاء الله. يوسف علاقتك ايه بالسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا نجم كبير واكيد في تحفيل بقى في السوشيال ميديا عليك ولا ايه؟ ولا نجم ولا حاجه. لا نجم طبعا اتفضل. يعني ممكن تحفيل من صحابي اللي بيلعبوا تنس مثلا. يعني مثلا لما الانديه الثانيه بس كهزار يعني، مش اكيد بتستحملوا بعض في الكلام ده؟ عادي عادي خالص يعني، حد فينا ينزل صوره مثلا وهو في الماتش مثلا يعني نقعد نهزر عليه بس احنا وحاجات كده صح؟ طب تروش على بعض يعني. دي حاجه جميله. ده اللي شايفه المرحله الجايه زي في سيدات النادي الاهلي واللي طالع الاجيال اللي طالعه بعد كده. هو انا مش عارفه قوي عشان انا مسافره ادرس في جامعه بره سكولرشيب عشان التنس. هايل. بس يعني شايفه ان يعني ان التنس هيكون احسن عشان هم دي اول مره النادي يركز على التنس قوي كده. عشان انت هتسافري؟ لا انت قلت مش انا ولا ايه؟ اتفضلي. هو بيقولوا يعني. لا 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 بالعكس اتفضلي. بس انا شايفه ان في يعني في جيل صغير طالعين كويسين وهيفيدوا النادي. طيب يوسف اكيد في مواقف صعبه جوه المباريات جوه الايفنت ده الدوري العامي، ايه الموقف الصعب اللي النادي الاهلي اتحط فيه من وجهه نظرك؟ كان في ماتشات صعبه طبعا يعني، خصوصا ماتش الجزيره اللي خلص 5-4. يعني المحترف اللي عندنا اللي بيلعب بره اللي هو عمر سلمان لاعب المحترف اللي عندهم، فكان ماتش جامد جدا يعني. كنا خسرين اول مجموعه 6-2 لكن عمر عرف يكسب 6-2 6-2. وكان في ماتش احمد منير مع عندنا في النادي برده كان بيلعب المحترف اللي عندهم، عمل ماتش تحفه بس خسر في الاخر ما توفقش، بس عمل ماتش عالمي. فماتش الجزيره بالذات كان اصعب ماتش وكان فيه تنشنه مش طبيعيه، كانت لحظات صعبه وخلص في الاخر على اخر ماتش كسبنا اخر ماتش 5-4 ماشي 4-4 واخر جيم احنا كسبنا عدل. الحمد لله صح. محمود شايف الاعلام المصري بيغطي التنس على ما يرام ولا شايف ايه بصراحه؟ لا يعني في يعني انا بحس ان هي اوقات يعني. لا هو طبعا التنس مش يمكن مش واخد حقه الشكل الكبير قوي يعني، لان دي لعبه الملوك صح؟ بس الكلب بصراحه. بس يعني بس في اوقات فعلا بعد ما كمان بقت مصر تقدر تستضيف كمان بطولات دوليه بشكل اكتر شويه، اعتقد الاعلام بدا يغطي البطولات الدوليه بشكل كبير. لما كانت مقصوره على البطولات المحليه شويه يمكن ما كانش فيه الاتجاه الاعلامي يعني، ما كانش بشكل كبير ناحيه التنس يعني. بس تتمنى ايه في المرحله الجايه للتنس ان شاء الله؟ التنس والله احنا الفتره الجايه على مستوى الانديه بقى عامه يعني، يعني بدا في ناس كتيره تخش جوه ال 300 على العالم وال 200 على العالم، وده عندي يعني من مثلا حوالي 5-6 سنين ما كانش ده بيحصل. فانا شايف ان في اجيال كتيره طالعه تقدر تحقق يعني المعادله الصعبه دي شويه، وجوه النادي كمان يعني شايف عندنا بصراحه ناس جوه النادي عندهم بوتنشال كويس قوي ويقدروا يحققوا ويوصلوا كمان عالميا بشكل كبير، ومنهم اوريدي الناس اللي كانت جات لنا دعمتنا دي اصلا كانت ولاد النادي يعني. مظبوط. فشايف الفتره الجايه لا ان شاء الله يطلع من النادي كمان ناس تأدي عالميا بشكل كويس باذن الله. ده اللي طموحي في المرحله الجايه. ان انا نفسي ان انا يعني انا مش يعني مش مهتمه بالدراسه قوي على قد ما انا مهتمه بالتنس، بس انا رايحه بره جامعه بس هدفي ان انا اتحسن في التنس يعني. دي اهم حاجه عندك تنس. مستنيينك هستناكي واتابعك. خلي بالك نفسك طموحك في المرحله الجايه. في المرحله الجايه خلاص انا من السنه الجايه مش هبقى ناشئ تحت 18 العب رجال، فاتمنى يعني الفرق ابين فرق في مستوايا فما اقدر اتاقلم مع رجال واقدر يعني اعمل نتائج حلوه، بحيث ان انا يبقى عندي ترتيب في رجال زي ما كان عندي في 18 و16 الحمد لله. فبس هي دي الفتره اللي جايه اهم حاجه عندي، ان النقله اللي جايه لما العب رجال مع موبدي والناس الثانيه فنعرف نادي يعني ان شاء الله. انت طالع عامه انا ببارك لكم وبقول لكم الف مبروك ودايما في تقدم ودايما في بطولات. خلونا نخرج لفاصل سريع ونرجع مع ابطال موجودين برضو جوه الدوري العام للتنس. فاصل وترجع مره ثانيه.
ابطالنا ونجومنا في التنس اللي حققوا الدوري من 20 سنه، دوري الرجال هو المختلف، دوري السيدات هنعمل مشاكل، فهو من 20 سنه الدوري العام. الحمد لله اللي معانا ابطال، ومعانا الفقره الثانيه سريعا معانا كابتن حالة خالد. مظبوط؟ ازي حضرتك؟ مبروك. شكرا. كان دوري قوي؟ اه طبعا. تقولي عن الدوري ده والمكسب العظيم اللي انت عملته؟ طبعا يعني كانت حاجه حلوه قوي، يعني ما احلى حاجه ان كنا تيم كده وكلنا كنا واقفين في ظهر بعض. ما حسيتش ان انا قلقانه غير على النادي بتاعي مش اكتر. مش حاسيش انت قلقانه؟ هنرجع لكلمه قلقانه حالا، عشان انت قلقانه وانت بتتكلمي. كابتن بلال ابو طالب الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. كابتن احمد ايه الف مبروك. الله يبارك فيك. كابتن احمد لو بدانا قلقانه عن النادي، ليه قلقانه عن النادي؟ طبعا عارف لعبه التنس لعبه فرديه كويس تمام، بس لما بتيجي تخش في حته دوري او حته منتخب بتبقى شايل مسؤوليه ناس ثانيه، مش شايل ناس مسؤوليه يعني نادي منتخب نادي الاهلي، وطبعا ده النادي الاهلي ده انت مسؤوليه اكبر من اي حاجه اكيد. فهي دي طبعا على قد ما بتديك دفعه وبتديك روح يعني فظيعه، بتديك سنه قلق، ما انت مش بتلعب لوحدك، مش بتلعب باسمك انت، انت بتلعب باسم الناس كلها وبتلعب باسم النادي الاهلي أكيد. وبتبقى همك ان النادي الاهلي دايما يبقى فوق، وخصوصا لما بتبقى كمان من الاول في النادي. يعني طبعا احنا معظمنا او احنا كلنا متربيين في النادي، يعني ما حدش فينا بيطلع بره، فبتبقى عندك الحته دي عاليه قوي، فطبعا بيبقى في سنه قلق، انت مش شايل مسؤوليه نفسك بس. بلال ليه ماتش الجزيره هو الماتش اللي كان فيه مشكله بالنسبه لنا؟ اشمعنى الجزيره مع ان الباقي كله كان فرقته كبيره جدا؟ عشان الجزيره في لعيبه كتير قوي كويسين، يعني بقيه النوادي في واحد او اثنين بس الكويسين، بيبقى فيه منافسه، لكن ماتش الجزيره هو الماتش الوحيد اللي كان كل الماتشات فيها منافسه. كانش فيه فرق. كان ايه اصعب ماتش بالنسبه لك في ماتش الجزيره؟ اصعب ماتش اول ماتش اخر ماتش اللي هو كان مين ومين؟ في السنجل كان عمر سلمان وكريم مامون، ده كان اجمل ماتش. ده كان الماتش الصعب. ده اللي احنا كسبنا بيه الماتش الخامس. يعني يعتبر صح؟ من 4-4 وده الماتش كان الفيصل. لا كان في دبلز. كان في دبلز بعدين. بيلعب دبلز ازاي؟ تختاروا بعض ازاي في الدبل؟ هو الكوتش هو اللي بيختار، يعني دي حاجة مش تبعنا خالص. يعني اللي حاسس ان هو يقدر يلعب كويس او قادر انه ينزل الماتش ده هو بينزل، بيقول الكوتش اني جاهز العب. احمد بيعملوها يعني باخد من كلام بلال بيعملوها الاثنين دبل، بينزلوا في نقاش بينك وبين كابتن احمد ابو طالب في ايه اللي بيحصل؟ طبعا هو احنا في الاول طبعا احنا طول السنه بنبقى بنتمرن مع بعض وبنقعد نجرب كومبينيشنز كده مع بعض، يعني نحط اثنين واثنين واثنين ونشوف احسن حاجه ممكن تطلع بيها. بس بتيجي برضه في وسط اليوم مثلا النهارده احمد منير مش جاهز كويس او لعب ماتش سنجل فتعبان مش قادر يلعب، فممكن لازم يبقى في حد ثاني جاهز. فبتبقى النقاش في الحته دي، مين احسن حد يلعب النهارده مع زميله ده قدام الاثنين التانيين دول. بس فهي النقاش كله بقى في الحته دي، مين جاهز؟ انما في الاخر احنا السنه كلها بنتمرن عليها طبعا يعني. حالة اكيد فترات الاعداد هي اهم فترات عندكم. طبعا. فتره الاعداد بتعدي ازاي؟ بتتكلموا مع بعض ازاي؟ بتمشوا وتوصلوا بيها ازاي؟ هو على حسب انت حضرتك عايز تعمل ايه الفتره الجايه، فده اللي بيتحدد عليه التمرين، وبنقعد نتكلم مع الكوتش بتاعنا وهو اللي بيحط السيستم، وطبعا بقى بنقدر يعني بنحاول نعمل اكتر حاجه عندنا عشان نطلع منها في فتره كويسه نقدر نعمل يعني الجولز اللي حطيناها. حالة فتره الاعداد بالنسبه لها فتره كويسة ولا فترة بتكون متضايقة منها فترة اللياقة البدنية وقصة دي كلها؟ لا أكتر فترة الصراحة مش بحبها الصراحة. ليه بقى؟ لا كلها صعبة طبعا. الواحد يعني هي أصعب فترة في السنة، يعني البطولات بالنسبة لي بتبقى أسهل. هي اللي بتوقفك على رجلك؟ هي طبعا بتوقفني على رجلي، بس هي طبعا بتكون صعبة جدا، ما أقدرش أقول من أسهل حتة في السنة، بالعكس. مش أسهل حتة. مش أسهل، دي أصعب حتة في السنة. طبعا. بلال ليه كلام تاني ولا متفق؟ لا متفق معاه بصراحة. متفق. هي أصعب حاجة. هي اللي بتوقفك بقولك على هي اللي بتوقفني السنه كلها على رجلي. بلال قول لي احنا عندنا محترفين بره. في مصريين يعني؟ مصريين طبعا. امتى نشوف مصر راحه في المراكز الاولى؟ كسر ال 100، كسر ال 50 بصراحه. في امل اكيد عندنا، في طموح. ايه الهدف؟ ازاي نوصل؟ ازاي؟ من لعيب ناشئ طلع من مصر، لعيب ناشئ ولعيب مميز كمان. لازم يكون في سيستم. لازم يكون في دعم. بالظبط. حلو قوي، هنخش على الدعم بقى ونخش على قصدي. يعني مبدئيا الدعم. عايز دعم من مين؟ اعتقد النادي بيدعم الناس وبيحاول مع مجلس الاداره، اللي انا عارفه متاكد منه هو بيدعم لعبه التنس تماما. أيوة. وحتى جاب 3 محترفين جابهم بره
في اخر دوري. دي حقيقه كويس. بس مش نادي بس، لازم يكون في الاتحاد انه يدعمنا، لازم يكون في شركات انها تدعمنا. مش نادي بس طبعا، النادي ليه جزء بس الباقي برضو ليه جزء اكبر. هو حالة الدعم او الفلوس مش هو الاهم، هو الاهم ان انتوا تلعبوا بطولات او مباريات، مظبوط؟ هو طبعا ده الاهم، بس عشان حضرتك زي ما انت عايز نطلع جوه ال 50 وكده بالظبط، كلنا بنقف في الحته ان احنا محتاجين دعم عشان نطلع نبتدي نسافر. طبعا دي طبعا مهما كان النادي بيدعمنا محتاجين زي سكواش سبونسرز وكده. بالظبط. في سكواش نجحت التجربه؟ اه في سكواش فيها سبونسرز غريبه يعني، فيها كتير قوي ما شاء الله. ما اتكلمتوش مع في الاتحاد مع رئيس الاتحاد مع يعني اتكلم بصراحه والله يعني اكيد مع المدربين الموجودين؟ بلاش دي، بلاش السؤال ده، اخلي احمد مدير يرد عليه، شكله مش عارف يرد عليه، مش هترد عليه، اتفضل يا احمد. بلاش انا عايز اتكلم بصراحه والله، انا بتكلم بصراحه، خلي بالك احنا برده مش بنقول الاتحاد اعمل كذا، احنا بنحاول نطلع جوه الابطال الرياضيين بتوعنا عشان يقولوا الحقيقه، عشان في الاخر نلاقي عندنا ابطال، مش يبقى عندنا لعبه التنس اللي هي لعبه كل العالم بيتفرج عليها، ولو طلع عندنا واحد بس هيتفرج عليه مليارات الناس، فلازم نكون نشوف اللي جوه اللعيبه دي جواها ايه، عايزين ايه، نقدر نحقق هنحقق، ما نقدرش مفيش مشكله. قول يا احمد. طبعا هو الدعم المالي جزء كبير جدا، جزء مهم جدا في القصه، لان هي الموضوع بالظبط زي ما هطلع وهلعب بره وعايز اخش جوه ال 50 او جوه ال 100 او ايا كان، فانا حياتي اللفه بتاعتي كلها خلاص هي بقت بره، يعني بسافر من هنا لهنا وبطوله هنا وبطوله هنا وبعد كده اطلع اتمرن وكذا ايا كان بقى، بتمرن هنا او بتمرن بره. تمام. هو الموضوع مش هو اكبر من ان هو يكون نادي او يكون اتحاد او اكبر من كل ده بكتير، لان هي دي اللعيب الواحد محتاج، لا محتاج فلوس كتير. لان انا بصرف تمرين وبصرف سفر وبصرف طبعا كل الحاجات دي كلها، يعني انا بصرف طول ما انا عايش بره او بلف طيران واوتيلات واكل وتمريني والاكويبمنت بتاعتي كلها، ما كل دي فلوس. فهو اكبر من الاتحاد جدا، كل الاتحاد عنده قاعده كبيره وبيصرف، بيحاول يطور اللعبه جوه مصر. تمام. بيحاول يدعم بره طبعا، بس مش عليه كل حاجه، عليه جزء بس مش عليه كل حاجه، والنادي مش عليه كل حاجه. من وجهه نظر احمد، انت شايف ان احنا عندنا ابطال قادرين ان يحققوا ده طبعا، بس محتاجين الدعم الخارجي اللي هو الاطار اللي نقدر نشيل طبعا. انا محتاج محتاج اجيب سبونسر، انا اعتقد ده يمكن دور الاتحاد اكتر شويه، ان انا مش هروح ادور على سبونسر بنفسي، وبعدين انا لو دخلت لحد هيقول لي انت مين، انا ما اعرفش حاجه في التنس معاه. فدور الاتحاد او مسؤول الاتحاد لا ادور على سبونسر، احاول انشر اللعبه شويه بشكل بطريقه احسن شويه. هو مش انا مش طالب منه دي فلوس، بس حاول تجيب سبونسر، شركات كتير تقدر تعمل كده زي ما موجود في السكواش، في شركات كتير مصريه موجوده على تيشيرتات لعيبه كتير. فليه لا، ليه مش عندنا، او عندنا لعيبه كتير كويسه. نتمنى من اتحاد التنس ده يا رئيس اتحاد كابتن اسماعيل الشافعي، نجم كبير واسمه علم كبير في ملعب التنس، واسرع ملاعب بلعبه، وكلنا كنا مبسوطين. هو وقت ما كان بيلعب كنت بتفرج عليه شخصيا، وكنا مبسوطين جدا جدا بيه. اتمنى من الكابتن اسماعيل الشافعي ان هو يقدر يحقق ده للابطال اللي قدامنا، عشان نقدر نقول بعد شويه احنا عندنا ابطال كسروا 100 وكسروا 50. نتمنى ده. انا عارف ان الطلب ده طلب كبير جدا، بس نحاول نبدا الطريق، حتى لو وصلنا بعد سنه بعد سنتين بعد 10، بس نحاول نبدا الطريق عشان نمشيه لغايه ما نوصل باذن الله يكون عندنا بطل في التنس مصر كلها تفخر بيه. حالة قولي لي، شايفه المرحله الجايه ازاي في السيدات في التنس بصفه عامه في مصر؟ لا، هو طبعا في ناس كتير كويسه قوي الفتره دي في مصر. في ناس يعني مين منافسينك؟ لا ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول مين، كل اللعيبه كويسه، كل اللعيبه كويسه وكل اللعيبه بحترمها الصراحه، فانا ما اقدرش اقول مين منافسيني. بس انا بفكر فيه ان انا يعني ابتدي اتحسن الفتره الجايه، ابتدي اشوف ايه اللي ناقصني وازوده. بس انت عارفه ايه اللي ناقص عندك؟ اظن. طيب بص، انا رجعت ورا شويه، ووصلتي ملعب التنس ازاي؟ يعني اشمعنى اخترتي التنس؟ كنت بتروحي تلعبي سكواش، تلعبي هاندبول، تلعبي باسكت، تلعبي سباحه؟ يعني هو مامتي الصراحه، مامتي هي يعني عرضت عليا العاب كتير، وانا اللي اخترت التنس. انت اللي اخترتي؟ اه. طب تاثير ماما في الموضوع؟ لا، ماما اهم واحده في الدنيا بالنسبه لي الصراحه. لا ماما وبابا طبعا اكيد اكيد اكيد، لكن هي ماما اللي شايله اكتر اكيد. ماما ما بعرفش العب غير لما تكون قاعده بقى، مات ربنا يخليها لك. قولي لها ايه على الهوا النهارده؟ بحبك قوي. لا 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 لا، يعني بجد انا عارف الامهات والاولياء الامور بيشيلوا كتير في الزمن احنا فيه، زمان ما كانش ده، لكن دلوقتي بيشيلوا كتير، توصيل وتظبيط اوقات وقصص كبيره جدا. هنشوف مع كابتن بلال بيظبط شغله ازاي، او بيظبط عفوا الدراسه ازاي، بتظبط ده ازاي مع نفسك؟
ولا برضو الاسره هي بتظبط؟ لا هو طبعا الاسره هي اللي بتظبط اساس. اه دي اساس. ماما 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 كلنا كده. ماما وبابا بصراحه يعني هم بابا بيدفع فلوس. ايوه دي حقيقه. ايوه بابا هو اللي مظبطنا. لا وطبعا يعني الاساس هي ماما وبابا. انا بقى بقدر اشوف جدولي عامل ازاي وبقدر احدد ساعتها هقدر اعمل ايه في الوقت ده. بتقدر تحدد ده؟ طب هم دور فين يعني؟ دور ماما او بابا فين معاك؟ هل يقدروا يقولوا ذاكر دلوقتي؟ لا ما تذاكرش، لا اخرج، لا ما تخرجش، ولا انت اللي بتحدد وهم بيمشوا على اساس ده؟ طبعا لا هم يعني انا ممكن اقول ان انا عايز اعمل كده، عايز اخرج او عايز اعمل اي حاجه عشان اهرب من المذاكره، بس طبعا ما فيش يعني. هو طبعا ما في يعني مش ههرب من الموضوع. انا اقول عايز بعد كده عايز اخش اذاكر صح. بس ما فيش طبعا، لا لازم تيجي وتقعد وتذاكر وبتاع، عندك امتحانات اقعد كده. حلقه قولي لي موقف كده حصل في البيت معاك عايز اجري المذاكره او اقعدي ذاكري ايه بقى؟ ثالثة اعدادي كنت راجعة. أيوة. ده موقف معين. فاكرة جدا. كنت راجعة من افريقيا بقى، وكان فيها في سيزون بتاع، فنزل اخرج بقى وبتاع. خرجت مرة تانية قلت لا 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 ماما بجد فعلا حبستني في البيت. عايزك اقعدي خلاص بالظبط. لا ما كانش فيه هزار، وقعدت فعلا 15 اصيحه عندي 15 يوم الم فيهم المنهج بس وقعدتي. ما كانش في حل تاني. علاقتكم ايه بالسوشيال ميديا؟ ما قويه طبعا غصبا يعني كل حاجه. اللعب بتكلم على اللعب مش اصحاب. اكيد لما بتلعب جيم بيحصل كلام كويس، جماهير اكيد متفاعله معاك، واكيد جماهير بتتفاعل معاك كمان في التنس يعني. لا برضو انا اكون صحيح، لا يعني هو التنس مش من او الالعاب الفرديه عامه مش واخده الاهتمام الكفايه، وان هي برضو هي كاعلاميه مش متسلط عليها ضوء قوي. فهتلاقي الناس اللي بتتكلم على الحاجات دي احنا واللعيبه اللي بتلعب اولياء الامور والمدربين. هتلاقي دول الناس انما نادرا لما تلاقي حد من بره التنس متابع قوي وعارف اللعيبه مين والاخبار ايه. طالب من الاعلام المصري ايه في المرحله اللي جايه؟ والله هو يعني شويه اهتمام شويه اكتر بالالعاب الفرديه كلها مش التنس بس، لان احنا عندنا لعيبه كتير كويسه وعندنا مشاريع كتير كويسه، ان ده برضه جزء على الاعلام. انت لو في اهتمام في الاعلام فاحنا بنطلع والاسامي بتبتدي تعرف، اعتقد ده هيسهل شويه من قصه وهيساعدك اللي انت كمان غير سبونسر هيساعد انت تقوم بالمركز بتاعك. طبعا ما انا بقيت بعمل حاجه طبعا انا بقيت متشاف وبقيت في حد بيشجع زي الالعاب الجماعيه كلها. الناس كلها متابعه زي مثلا ما شاء الله يعني محمد صلاح، الناس كلها عارفه بيعمل ايه، وكل اللعيبه المحترفين المصريه بره الناس كلها معروفه، وده في بيدي سبورت. فطبعا الالعاب الفرديه لو عندها السبورت ده لا الموضوع هيختلف كتير طبعا. نورتوني وشرفتوني يعني. بصي والحلقه بتجري، انا عارف ان احنا لسه جزء كمان داخل. كابتن ابراهيم ابو طالب داخل معاه اثنين كباتن. الف مبروك. شكرا. والف مبروك ليكم والف مبروك لينا. وفاصل و نتواصل لاخر جزء في الحلقه النهارده مع كابتن غيوب طالب واثنين كباتن كبار في التنس. وصلنا لاخر فقره النهارده عندنا او اخر طقم داخل مع كابتن ابراهيم ابو طالب هو المدير الفني للتنس، ومعانا كابتن دونا ابو حباجه وكابتن رانا شريف. كابتن برحب بيك. اهلا بيك يا فندم ومشاهدين القناه كلهم. برحب بيكم كباتن كبار عزاز عليا. اهلا وسهلا بحضرتك. دونا ابو حباجه. ايوه اخت كابتن شريف ابو حباجه. مظبوط. قولي لي احكي لي البطوله دي عدت ازاي وقدرنا نكسب ازاي و20 سنه ما كسبناش رجال صح؟ أيوة. سيدات قد ايه؟ طب سيدات لسه واخدينها السنه اللي فاتت، واخدين مركز اول. في تحيز خلي بالك كده. في تحيز صح من جواكي في تحيز. بس احنا سيدات جامدين قوي صح. تمام حقك اتفضلي. لا السنه دي المنافسه في سيدات كانت طبعا اقل شويه من رجال. كان اجمد فرقه عندنا نادي الصيد ونادي جزيره، بس الصيد كان اجمد. قدرنا ان احنا نكسب تقريبا الماتشات، حتى النتائج كانت كويسه قوي. ونادي الصيد كسبنا 7-2. 7-2. كابتن ابراهيم السيزون ده خمس فرق متنافسه معاكم. تمام. صيد وجزيره وهليوبلس، وماتش الجزيره عليه كلام كتير وعليه تعليق كبير ان هو 5-4. تمام. لكن الفارق في المستوى واضح لكل الفرق. بدات مرحله الاعداد ازاي عشان نوصل للمرحله دي؟
هو احنا على مدار السنه كلها من اولها عندنا بطولات محليه كبيره جدا كتيره جدا كويس. فاللعيبه كلها اوريدي من الاحتكاك في الماتشات ديت بيزدادوا خبرات واللياقه البدنيه وكل الحاجات دي. احنا جينا بس مع اختلاف الدوري السنه دي فجينا في الاخر كان عندنا وقت معلوم احنا هنلعب امتى، مش زي كل سنه كنا بنقعد نبقى مش عارفين احنا هنلعب ماتشاتنا امتى لحد قبلها على طول. يعني السنه دي كانوا قايلين مش عارفين محمد صلاح، هو الدوري كان دايما نيجي هنبتدي في مارس، لا هنبتدي بعد الدراسه، لا طب هنبتدي بعد العيد، طب لا لا هنبتدي بعد بطولات الصيف عشان يعني الناس مسافر بالظبط يعني. الاتحاد ما كانش، فالاتحاد السنه دي كان قايل ان رجال وسيدات هنبتدي في شهر 12 كويس في اخر السنه خالص. فاحنا بعد البطولات كلها وكانت بطوله مصر الاهليه كانت اخر بطوله خلصناها، الولاد خدوا يومين كده راحة سلبية وبعدين ابتدينا على طول، كان عندنا فترة تمرين كويسة جدا والولاد كلهم دخلوا في المود كويس قوي وكنا بنعمل تنس وفيتنس كويس، وبعدين ابتدينا والدوري كان ورا بعضه على طول أيام ورا بعض، فكنا بنعرف امتى نلاعب الناس الماتش ده، لا هريح الدبل عشان الولد ما يبقاش مجهد او البنت للماتش اللي بعده، فكان ده اختياراتنا احنا كجهاز فني تكتيك بتشتغل بيه بالظبط يوم المباراة نفسها ومن قبلها التجهيز للماتش بالظبط. رنا قولي لي دخلتي ملعب التنس ازاي؟ انتوا عائله رياضيه مظبوط؟ الحمد لله كانت معانا حلقه لا داليا داليا معلش سوري انا معلش اسمها كتير داليا ورنا ومعانا مين تاني بقى؟ ما شاء الله يعني اختي ميار كانت ميار. جايه من الجامعه من امريكا برضو كويس وجت لعبت معانا الدوري برضو ثلاث بنات واخوات بيلعبوا في دوري واحد احنا اربع بنات اربع صغيره صغيره مركز معاهم جدا عائله رياضيه مركز بالظبط اتفضلي بتتعاملوا زي ما قعدتوا في التنس في البيت؟ يعني فعلا كلكم بتلعبوا لعبه فرديه بحته بتتعاملوا ازاي في البيت في اسره التنس ازاي؟ البيت في التنس؟ يعني بتتعاملوا زي مع بعض يعني انت لعبتي ماتش وهي لعبت ماتش بتقعدوا بقى نعمل مجتمع تنس في البيت اتفضلي. لا هو حتى انا لو احنا في البيت حاجه مالهاش علاقه بالتنس يعني بس حتى لو بنلعب بعض في ماتشات مالهاش علاقه يعني بننزل نلعب بجد اكنه ماتش بجد. اسالك سؤال عادي، لو لعبتي اختي في ماتش وكسبتي بتحفلوا على بعض؟ لا خالص خالص، هي اختي داليا بس بتحفل من قبل الماتش بعد الماتش قبل الماتش طب جيتي بلعب التنس ازاي؟ عشان اخواتك لعبوا ولا عشان ايه؟ انا اكبر واحده فانا اول واحده لعبت يعني وبعد كده انا ومايا اختي هي فرق بينا سنتين بس فاحنا الاثنين ابتدينا في نفس الوقت. بسبب الاسره وديتك ملعب التنس ولا انت رحت ملعب تنس برجليك في النادي الاهلي؟ لا انا ابتديت في نادي الاهلي، ابتديت في نادي جرينلاند كويس، كان في كوتش فرنساوي مامتي قريت الخبر في الجرنان يعني فرحت فرحنا ابتدينا معايا انا واختي مايا وبعد كده نقلت للنادي الاهلي. كابتن ابراهيم البطولات كتير والسنه اللي فاتت كان شكل الدوري كان مختلف عن ده. شكل الدوري السنه اللي فاتت كان بتلعب 9 الصبح تخلص 12 واحده بالليل صح كده؟ السنين اللي فاتت او السنين اللي فاتت يعني بالظبط كلها من 9 الصبح ل 12 بالليل واحده يقولوا لي لسه بلعب التنس بخلص لسه بلعب التنس منور صح كده؟ لان كان لان كنا بنلعب كل المراحل السنيه في يوم واحد. ايه اللي فرق؟ والله بص هو في حاجات حلوه وحاجات اوحش. كويس. الحاجات الحلوه ان احنا زي ما حضرتك قلت احنا لعبه فرديه فلما كنا بنلعب اليوم ده بكل المراحل كنا دول اليوم الوحيد اللي بنحس ان احنا لعبه جماعيه كلنا مع بعض تيم واحد من الصغيرين للكبار. دلوقتي بقت انت رايح بالفريق اللي رايح تلعب بيه كويس فرجعت تاني ان العدد بقى قليل كويس تمام يمكن دي الحاجه اللي مش حلوه قوي لان احنا في بطولاتنا كل واحد رايح يلعب ماتش لوحده كويس يعني الاول تيم يوم متعب بس كان يوم دلوقتي احنا يومين ثلاثة متعبين لان بروح ب 12 لوحده وبعدين اروح ب 14 16 يوم اللي بعده وممكن اروح برجال في اليوم اللي بعده سيدات فده بقى انا شايفه وانا اتكلمت مع ناس في الاتحاد في الموضوع ده ان الموضوع بقى مكلف على النادي اكتر متعب للجهاز الفني والاداري اكتر مش يوم احنا رايحين وبنرجع لا احنا بقينا رايحين ولازم اسيب مدربين عشان يمرنوا الفريق اللي هيلعب ثاني يوم فما بروحش بكامل طاقتي الفنيه بالجهاز الفني كله الحاجات دي كلها يمكن دي اللي مش حلوه زائد التقسيم دوت خلانا احنا زي ما قلت لحضرتك رجعنا تاني لعبه فرديه مش لعبه بس ممكن يكون ان انت تكون محتاج لعيب من مرحله اصغر لمرحله اكبر تاني يوم تقدر تاخده معاك يعني اعتقد الوقت ده اداك السماحه دي مش زي قبل كده ده مظبوط طبعا بس في نفس الوقت انا بجهد الولد ده او البنت دي لان الاول انا وانا رايح العب النادي التاني انا عارف هلعب مع مين دلوقتي لو النادي التاني دوت ما عندوش الكم ده هو فاده اكتر انا كنادي اهلي عندي قاعده عريضه عندي لعيبه في كل المراحل
دلوقتي وانا رايح نادي تاني ممكن يبقى عنده 2 او 3 لعيبه كويسين في جيل 14 و16 يطلع يلعبهم معانا في رجال وسادات. هو المفروض ان كل تيم يلعب بالتيم بتاعه المفروض كل. تمام دونا صح مظبوط دونا عشان الاسم بس هي الاسم معاها في مشكله يعني بصراحه قبل الهوا خلي بالك دونا فانا بتاكد على المعلومه دي. تمام دونا قولي لي كابتن شريف سافر بره بسكولرشيب ما خدتيش تجربه دي لا ما انا ان شاء الله مسافره يوم 15/1 خلاص بس انا مش زي شريف يعني هو شريف سافر جامعه انا طالعه اعمل ماسترز انا اصلا خلصت هنا ألسن عين شمس ماشي وان شاء الله هطلع اعمل ماسترز هناك والعب في نفس الجامعه اللي شريف فيها يعني هتقعدوا مع بعض هناك ان شاء الله احتراف التنس ولا الدراسه والتعليم والشغل لا الاثنين طبعا مهمين انا بسالك لازم تعزي تحددي المسار لا لا انا يعني بالنسبه لي الاثنين مهمين يعني الدراسه طبعا حاجه اساسيه ان الواحد يبقى متعلم واخد شهاده كويسه حتى لان التنس برده مش دايم يعني انت هيجي لك في وقت وهتبطل لكن لو جيت بقى مثلا هنا عايز اشتغل عايز اعمل اي حاجه فانت هتضطر انت تشتغل بشهادتك دنيا بكلمك بصراحه ترى هتعملي ماستر والناس كتيره التوفيق ازاي يعني من ساعه انت كنت صغيره اكيد كنت بتنظمي حياتك بنظام معين باسلوب معين والله انا موضوع الدراسه عامه كان عامل لي مشكله يعني فكره ان انا اوفق ما بين الدراسه وما بين التنس دي كانت حاجه صعبه جدا يعني كنت بخلص مثلا جامعه وابقى واخده معايا لبسي واكلي وكل الكلام ده عشان اطلع على الصوره دي معلش ايه الصوره دي يا كابتن دول ده التيم كامل كده ده هنا كنا بنقرا فاتحه عايزك ترجع تاني عايزك ترجعها تاني معلش اتفضلي كنا هنا احنا دايما قبل الماتشات كلها في الدوري بنتجمع كلنا بنقرا الفاتحه وبعد كده بنقول اهلي بصوت عالي وبعد كده المدربين بقى بيقولوا تقسيمه الفريق ومين هيلعب ومين مش هيلعب كده طيب خلينا نرجع تاني للتوفيق بين الدراسه وبين وبين اللعب انا بقول لحضرتك انا دايما كان عندي مشكله بالذات وانا في الجامعه ان انا اوفق ما بين الدراسه والتنس يعني كنت دايما بخلص جامعه واخد لبسي معايا وكل الكلام ده عشان اطلع على التمرين في النادي مثلا ايام الماتشات كنت ساعات بضطر ان انا اخرج مثلا من المحاضره بدري او حاجه عشان الحق الماتش بتاعي وطبعا كان ده بيسبب لي مشاكل جامده في الجامعه لان احنا طبعا عين شمس جامعه معقده شويه اكيد لا دي جامعه بص اللي بعد عنها كابتن ازاي بنوفق لكل الابطال بتوعنا بالذات في 18 سنه هتعرف الدرجه الاولى بيكون ناس اشتغلت وواحد حاجه مختلفه لكن ازاي نقدر نوفق للصغيرين كده هو احنا بنحاول على قد ما نقدر واحنا بن بن بنحط السكادول بتاع التمرين بنراعي هما بيطلعوا المدرسه امتى نقدر نوفر وقت التمرين يبقى مناسب وقت اكتر احسن ما يبقوا الاولاد وهم يبقى التمرين في نفس وقت الدراسه او كده فبنحاول نوفق دوت لما بيبقى في حد عنده حاجات ودراسه في وقت معين امتحانات حاجات بنحاول ان احنا نتفق معاه على وقت معين يناسبه ان هو يجي يتمرن فيه يعني حاجات انديفيدوال بقى يلعب مع حد من المدربين يتفق مع حد من زمايله ويجي يتمرنوا مع بعض ويبقى معاهم كوتش ده اللي بنحاول نساعدهم بيه هاي رنا قولي لي في ابطال كبار في العالم سيدات من زمان هل نقدر نقول ان مصر تقدر تتحط في المنصات دي في 50 في 10 نوصل ازاي للحته دي احنا اوريدي وصلنا في الجونيورز اول 50 على العالم قبل كده في ولد اسمه يوسف حسام بكلم على البنات واختي وصلت جونيورز اول 50 بس الصراحه بعد كده الكومبيتيشن بتبقى صعبه قوي ومش بيبقى في اي فند من الاتحاد ولا في اي سبونسرز فبيبقى كله دعم الاهالي فانا مش شايفه ان ده ممكن يحصل في اي حته قريب غير لما يبقى في سبونسرز محترمين للتنس لازم يكون كده كابتن انا شايف كل اللعيبه بتتكلم على الدعم من الاتحاد من الدعم من الشركات ليه انتوا زي الاسكواش مع ان انتوا برضه لعبه كبيره ولعبه مهمه في مصر واعتقد ان قاعده الممارسه عندك كبيره جدا طبعا حضرتك زي ما بتقول كده القاعده فعلا كبيره جدا بس الاعداد بتاعت الاسكواش اقل من اعداد التنس كويس فانك تعمل لعيب سكواش عالمي اسهل شويه في عدد البطولات اللي هتلعبها على مدار السنه من التنس لازم فعلا مينيمم انت حضرتك بتتكلم في ما بين 20 ل 30 الف دولار هتكلف اللعيب في السنه في الموسم ده بطولات بس من غير تمرين من غير لبس من غير سفريات من غير الكلام ده كله فمهم جدا عشان اوصل لده محتاجين فعلا حد يبقى
يقدر يدعم دوت. بس شركات كبيرة اللي هي لما هيصرف على 2-3 لعيبة مثلا 100,000 دولار كويس. مش كانت 2 مليون معاه. جنيه النهارده 2 برضه مليون جنيه مش رقم كبير بالنسبة للشركات. بالظبط كده. بس هتبقى رقم كبير جدا لو بتكلم مثلا 20-30,000 دولار على ولي أمر في الحياة اللي احنا عايشينها. أكيد. على نادي مش هقدر أوفر ده كله. النادي طبعا بيدعمنا في حاجات بس برضو بيعد الإمكانيات لأن احنا عندنا كام لعبة جوه النادي. الاتحاد يعني بيدعم حاجات قليلة جدا للأسف يعني. بيدعمش خالص. للأسف. أنت لعيبة بقى. كابتن إبراهيم هيتكلم. أنت لعيبة. يعني خلينا نتكلم. قولي لي يا دونا وأنت لعبتي في حياتك في تاريخ لعبك. أكيد كان ليكي موقف جوه الملعب حصل موقف طريف. جوه ملعب التنس أكيد حكي صح؟ تفتكري؟ والله هو مش موقف طريف قوي بس انا حصل معايا. كنت مره بلعب في دوري كان لعب نادي الجزيره والحقيقه انا اتشتمت في الماتش. ازاي؟ يعني انا عارف التنس يعني هي لعبه في الدوري في حاجات في حاجات كده خارجه شويه من ورا كده يعني حد من الجماهير بيبقى يعني شايف من ورا كده وحاسس ان هي كسبانه عايز يطلعها بره التركيز والمود شويه فممكن هو معدي كده يروح قايل كلمه. انا اتعلمت في التنس ايام كابتن عادل شريف لما كان بيزيع. ده موضوع ده حببنا كلنا. الناس كلها الناس خالص. مفيش حد بيتكلم. الاجيال مختلفه صح. الاجيال اختلفت. لما اختلفت الاجيال اختلفت لعبه التنس كمان ولا ايه؟ طبعا كل حاجه بتختلف. كل حاجه اختلفت. شايفه اختلاف التنس من زمان عن دلوقتي ايه؟ والله انا حاسه اكتر حاجه مختلفه موضوع الاخلاق ده. يعني الناس زمان كانت الناس اللي هو حوار المنافسه ده بيخلي عادي الدنيا ماشيه كويس ويعني كله بيتعامل كويس بطريقه كويسه لكن دلوقتي لا يعني انت بتلاقي واحد منافس ليك عادي جدا ممكن ورا ظهرك يغلط فيك مثلا او يقول كلمه وحشه عليك او يبقى يتمنى مثلا ان انت ما تجيش الماتش ده عشان هو يكسب الكلام ده يعني. سوشيال ميديا ولا كلام وش في وش؟ لا مش يعني دودة. لا 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 يعني هو في كده دودة مش قادرين يقولوا انت دودة. قولي لي انا طموحك في المرحله الجايه او املك للتنس بصفه عامه للسيدات في مصر مش من الاهلي بس. هو انا للاسف طموحي ان انا ابقى ناجحه في شغلي اكتر من التنس. لا لا احنا على التنس. اتفضلي. عشان انا بحاول اوفق بين الاثنين. التنس انا اديته كتير قوي لغايه ما حتى بعد ما خلصت جامعه فدلوقتي بحاول ستيل ابقى من الاوائل بس في نفس الوقت ما سيبش شغلي يعني. اكيد لكن في الطموح للتنس بصفه عامه مش لازم الطموح يتحقق على ايديا يتحقق ايد اجيال تانية جايه ورايا يعني طموحي للتنس ان انا مثلا افضل جوه بقى على مصر الثلاث سنين الجايين او الخمس سنين الجايين. يا ريت دونا كلمه اخيره وطموحك الاخير قبل ما نختم. والله هو انا دلوقتي انا الاولى على مصر ما شاء الله عايز تخلص عليك. لا ما هي وراها تمام اتفضل. انا كان نفسي ان انا طول يعني انا طبعا ما كنتش عامله في حسابي قوي حوار السفر وكده انا كنت بقالي 3 سنين الاولى كان نفسي ان انا اكمل طبعا حتى وانا هنا كان نفسي ان انا اكمل واحد بس ان شاء الله يعني اسافر ونتائجي تبقى احسن هناك يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن كلمه اخيره لمجلس اداره النادي الاهلي وانا عارف ان هو بيدعم فريق التنس السعودي بشكل مختلف. ده مظبوط طبعا. انا بشكرهم جدا بشكرهم على اللائحه اللي ساعدتنا ان احنا نحافظ على اللعيبه المهمه عندنا ان ما يسيبوناش ويروحوا في حته ثانيه. بشكرهم ان احنا لما احتاجنا اللعيبه من بره النشاط الرياضي ومجلس الاداره ساعدنا ان احنا نجيبهم وكان ليهم دور كبير جدا في ان احنا نحسم الدرع العام بالنسبه للرجال وسيدات. والنادي الاهلي ده اللي عودنا عليه ومجلس اداره النادي الاهلي عودتنا ان هي في ظهر الالعاب كلها واي حاجه هيقدروا يساعدونا مش هيتاخروا علينا. بشكرهم جدا يعني. نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك. نورتوني وشرفتوني. في اخر الحلقه بقول لهم دول ابطال التنس اللي قدروا يحصدوا حاجه مهمه في دوري رجال وسيدات للتنس. دايما مع الابطال ودايما هتواصل مع كل الالعاب الجماعيه في النادي والفرديه عشان نقول لجمهور الاهلي ان ولاد النادي الاهلي دايما بيحصدوا المراكز الاولى. في آخر ختام، في الختام، شكرا وإلى اللقاء.